تعود الكرة إلى لوفرين. خيال أمام كرة لوفرين. وهنا استلام فيرمينيو. الله الله الله. يبوعها محمد صلاح. ويدون بدايته. ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن تتويجه بلاعب العام؟ حصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على جائزة لاعب العام في إنجلترا متفوقا على النجم البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي والذي جاء في الوصافة، وهاري كين مهاجم توتنهام الذي احتل الترتيب الثالث. صلاح توج مجهوده الرائع مع ليفربول بعدما أحرز 41 هدفا في عامه الأول مع ريدز بجانب قيادة فريقه للوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 10 أعوام. ونرصد لكم في هذا الفيديو أبرز ما جاء في الصحف الإنجليزية بعدما أصبح ملك إنجلترا لاعب العام في بلاد الضباب. لمتابعة الحلقة ومشاهدة الكثير من الفيديوهات المثيرة لدى قناة معلومة، فقط قم بالاشتراك مع تنشيط علامات الجرس. ديلي ميل: صلاح يتفوق على دي بروين. تفوق محمد صلاح نجم ليفربول على منافسه البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي ليصبح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي. صلاح ترجم موسمه الرائع في الدوري الإنجليزي بالحصول على جائزة أفضل لاعب في البريمير ليج. صلاح الذي سجل في موسمه الأول مع ليفربول 41 هدفا في مختلف المسابقات، تفوق على دي بروين الذي جاء ثانيا وهاري كين مهاجم توتنهام الذي احتل الترتيب الثالث. إكسبريس: صلاح يهزم دي بروين. تم اختيار محمد صلاح للحصول على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا خلال هذا الموسم ليتفوق على كيفن دي بروين الذي قاد فريقه مانشستر سيتي للتتويج بالدوري الإنجليزي. صلاح قال بعد حصوله على الجائزة: ألعب للفريق وليس لنفسي، أشكر زملائي في الفريق والمدرب وكل من في النادي على ما يحدث لي الآن. وتابع صلاح: اللاعبون ساعدوني كثيرا في الوصول لما هو أنا عليه الآن، أنا سعيد بذلك. وأكمل: هذه الجائزة هي شرف لي ولعائلتي. وتحدث صلاح عن مباراة روما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قائلا: لقد كانت رحلة رائعة، والآن أمامنا مباراة هامة مساء الثلاثاء. دسان: صلاح لاعب العام في إنجلترا. فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا خلال العام الجاري ليتفوق على كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي. صلاح خاض منافسة شرسة مع دي بروين على مستوى الأرقام، إلا أن هدف مو جعلته يتفوق بعدما أحرز 31 هدفا في بريمير ليج بخلاف 9 أهداف في دوري أبطال أوروبا وهدف في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي. ميرور: صلاح أول مصري يحصل على جائزة لاعب العام. أصبح محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول اللاعب المصري الأول الذي يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا. صلاح توج مجهوده مع ليفربول بإحراز 41 هدفا مع الريدز في مختلف المسابقات بجانب قيادة فريقه لبلوغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 10 سنوات. وبات صلاح ثاني لاعب عربي وإفريقي يتوج بالجائزة بعد الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي والذي توج بالجائزة موسم 2015 و2016 بعدما قاد فريقه الثعالب للتتويج بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخ النادي. كلوب: سأخبر صلاح بما أريده وجها لوجه وأحذره من أصدقائه القدامى في روما. أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أنه سيعطي تعليمات خاصة للدولي المصري محمد صلاح قبل مواجهة روما، مشيرا إلى أن أصدقائه السابقين في فريق الذئاب لم يعودوا زملائه الآن. ويستعد ليفربول لاستضافة روما الثلاثاء في تمام الساعة 9 إلا ربع مساء على ملعب أنفيلد معقل الريدز في ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: رائع، أنا سعيد للغاية بصلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، يمكنه أن يكون فخورا بذلك، هذا إنجاز رائع. وأضاف كلوب: لما تحدث معه منذ الفوز بالجائزة، لكنه عاد اليوم من لندن وسألتقي بي وأخبره بما أريده منه وجها لوجه، ويعلم أن الموسم لم ينتهي بعد، هناك الكثير من الأشياء تنتظره في المستقبل. وتابع كلوب: أنا متأكد أن الجائزة دفعة جيدة بالنسبة له، يجب أن أقول إن الفوز بالجائزة في ظل المستوى الذي يقدمه كيفين دي بروين يجعلها استثنائية، أعتقد أن محمد صلاح يستحقها حقا. وعن مواجهة صلاح لفريق السابق روما، أكد كلوب: أعتقد أنه أمر طبيعي في كرة القدم، اللاعبون يقومون بتغيير أنديتهم ومدربيهم باستمرار، الأمر يكون استثنائيا في بعض الأحيان كونك تعلم الكثير عن الفريق الآخر. وأكمل: أنا متأكد أن صلاح يتابع مباريات روما، قد كانت لديه أوقات رائعة هناك، ندين بالكثير للاعبين والموظفين في روما لأنهم جزء من تطوره، بالطبع سيكون من الغريب مواجهتهم ولكننا في النهاية محترفون. وأتم كلوب قائلا: المدافعون الإيطاليون مشهورون بعدم خوضهم المباريات بطريقة ودية، لهذا سيشعر محمد صلاح مبكرا بأنهم ليسوا زملائه بعد الآن، ومن ثم يمكنه الرد عليهم في كرة القدم. مشاهدي قناة معلومة وحقائق، لقب جديد يضاف إلى رصيد النجم محمد صلاح، وفي الوقت نفسه سيجعل هذا الإنجاز العبء كبيرا على صلاح ليقدم مستويات أكثر إثارة في المستقبل. برأيكم هل يستحق صلاح هذه الجائزة؟ هل تتوقعون أن يحصد صلاح المزيد من الجوائز في قادم الأيام؟ ننتظر تعليقاتكم. من شاهد الفيديو حتى النهاية، أثبت وجودك وضع تعليقك بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقل رأيك في الموضوع، وهل لديك موضوع تود طرحه؟ تعود الكرة إلى لوفرين، خيال أمام كرة لوفرين، وهنا استلام فيرمينيو، الله الله الله، يضعها محمد صلاح ويدون بدايته. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأصدقاء لنستمر في عرض المزيد إن شاء الله.